الحاجات اللي اشتغلنا عليها اصلا قبل كده كانت مختلفه. يعني المفروض ان احنا ابتدينا في البيزكس بتاعت الماركتنج من اول خالص، لحد ما يعني بدانا نخش بقى في الكور بتاع الماركتنج نفسه، اساسيات الماركتنج اصلا، وبدانا نشوف جوه البيزنس بيكون عامل ازاي، وتفاصيل كده ايه مختلفه جوه البيزنس نفسه. وبدانا نشوف تفاصيل التسويق وازاي نقدر نشتغل عليه، وكمان الاجزاء بتاعت الشركات بتكون عامله ازاي، وطريقه عمل الشركات مع الماركتنج، او طريقه شغلك لو انت كموظف جوه الماركتنج في الشركات، والقصص دي كلها. تمام، في حاجات كده خلينا كده نتكلم فيها ونبص عليها. ان انت اصلا عشان تشتغل في جزء الماركتنج نفسه، في حاجات كده مهمه لازم تخلي بالك منها. الاجزاء اصلا بتاعه الماركتنج اصلا، او الكور بتاع الماركتنج نفسه. وبعدها بعد ما اقول لك على الجزء ده، هنخش في الجزء المفروض بتاع النهارده، اللي هو الانفايرمنت اصلا في الشغل. يعني طبيعه الماركتنج انفايرمنت، سواء ماركتنج بليس او كاستمر او كومباكتورز وما الى ذلك. تمام، المفروض الجزء الاولاني اللي هقول لك فيه، ان انت في حاجات اصلا لازم تخلي بالك منها وانت شغال في السوق ده، عشان تقدر بعد كده تفهم طبيعه الانفايرمنت او بيئه الشغل. يعني ايه انفايرمنت؟ اللي هو البيئه بتاعه الماركتنج نفسه. بس خلينا نبتدي كده في الاول. اول حاجه لازم تفهمها الاحتياجات نفسها. اول نقطه لازم تخلي بالك منها، اول نقطه لازم تخلي بالك منها، لو الناس اللي معاها نوت دايما تسجل معايا، لازم تسجل معايا وتخلي بالها. ان دلوقتي اكتب كده ان الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها عشان تكون شغال في الماركتنج نفسه، او شغال على سوق معين. اول حاجه النيدز نفسها، الاحتياجات. اول حاجه النيدز نفسها، الاحتياجات اصلا بتاعت شغلك. انت دلوقتي في حاجات بتكون محتاجها وانت شغال. تمام، اول حاجه تفكر فيها احتياجات الناس قبل ما تشتغل في السوق نفسه. انت دلوقتي هتشتغل في سوق معين، طب الماركتنج بقى علشان تبتدي تفهمه جوه السوق ده، عشان تبتدي تفهمه جوه السوق، اول حاجه لازم تفكر فيها النيدز نفسها. تمام، احتياجات الناس. انت دلوقتي عشان تشتغل في ماركت وتشتغل ماركتنج، لازم تفكر في احتياجات الناس الاول. يعني انت دلوقتي هتمسك بروجكت حلو، قبل بقى ما اشوف الانفايرمنت والقصص دي كلها، لا، انا لازم افكر الاول طبيعه الاحتياجات بتاعت الناس ايه في السوق ده. تمام، ايه اللي الناس عندها في احتياج والمفروض ان انا ايه ابتدي البيه. تمام، احتياجات الناس بقى بتختلف. احتياجات الناس خلينا كده نتكلم، علشان لما تيجي تتكلم بقى از ماركتنج بقى، وتفصص البيزنس بتاع شركه معينه او اجزاء مثلا من بروجكت ولا حاجه. في حاجه في الاول الاحتياجات اصلا المعروفه عند الناس، اي حاجه ممكن يحتاج. يعني اي حد مثلا مننا ممكن اصلا يحتاج موبايل، اي حد مننا ممكن يحتاج مثلا ياكل، اي حد محتاج يشرب. فانت في انهي احتياج بالظبط؟ الناس دي بتقول لك ان هي عندها احتياج، عشان كده احنا عاملين لهم البروجكت، والله احنا هنفتح مطعم عشان الناس دي عندها ايه احتياجات. الناس دي عندها مشكلة. تمام، مثلا محتاجة تكون ان هي بتتعلم، فده المفروض احتياج عند الناس. فاحنا المفروض بنسد ايه الاحتياج ده، بنسد الاحتياج ده. فانت بتقسم الاحتياجات بتاعت الناس، والله في احتياجات اساسية. تمام، في احتياجات اساسية. بعد كده الناس تانية عندها اصلا احتياجات تكمل الاحتياجات الاساسية. يعني انا عندي موبايل حلو، او انا بحتاج موبايل، فانا بحتاج يبقى ليه بطارية، بحتاج يبقى ليه كميات، بحتاج ان حاجات اصلا احتياج حقيقي ان انا اي اتعامل معاه. تمام، طيب، يعني مثلا البطاريه بتاعت الموبايل ده احتياج حقيقي اصلا، لكنه مش معروف عند الناس. مش اي حد بيروح كل يوم يشتري بطاريه للموبايل، لا، هو بس ممكن حد يشتري دايما اكل وشرب كل يوم. تمام، فهنا مثلا لو احنا قلنا مثلا في الاحتياجات الاساسيه، نقول مثلا الاكل. تمام، هنقول مثلا الاكل. تمام، ده لما تيجي تفكر على بروجكت او تيجي تشتغل على بروجكت. طب انت دلوقتي عندك اصلا احتياجات اساسيه للناس، لكنها اصلا مش معروفه، زي مثلا بطاريه الموبايل. تمام، الناس بتحتاجها، بس مش كل الناس بتروح كل يوم تشتري بطاريه للموبايل. لا، هو ده احتياج بس مش معروف، مش مشهور.
تمام، او مش بالنسبه للناس ان هي حاجه كل يوم بيحتاجوها وكل يوم بيشتغلوا عليها وكل حاجه بالنسبه لهم اساسيه. طب في مثلا انواع تانية من الاحتياجات، الريلز مثلا، في احتياج او نوع من انواع، انا احاول ان اكتب مصطلحات بس ما اخشش في تفاصيل مصطلحات عشان الدنيا تبقى بالنسبه للناس سهله. ان الناس اصلا ايه تاني مثلا، انت محتاج مثلا جوده عاليه في ايه، موبايل البطاريه، تمام، فدي حاجات احتياجات اصلا جوه الاحتياجات نفسها، احتياجات جوه الاحتياجات نفسها، زي مثلا الجوده، تمام، انا محتاج ان انا اشتري اكل بس يكون جودته كويسه، محتاج ان انا اشتري بطاريه موبايل بس تكون جودته كويسه، فدي احتياج، تمام، او انا محتاج اشتري مثلا لابتوب بس يكون سعره بسيط، تمام. فاول حاجه المفروض لما تيجي تفكر على بروجكت والكلام ده كله لازم تفكر في ايه، في الاحتياجات. بعد ما بتفكر في الاحتياج بتفكر في تقسيم الاحتياجات دي، في حاجه اسمها اس تي بي، تمام، ودي هنجيلها، احتياجات الناس اصلا، تبتدي تقسم شرايح الناس وتبتدي تشوف تبتدي تشوف احتياجاتهم، تمام. طيب انت بقى كشركه دورك المفروض بتعمل ايه؟ بتقسم احتياجات الناس دي وبتعرف تقسيمها، يعني والله كل الناس محتاجه موبايل، حلوه جدا، طب الناس اللي محتاجه موبايلات دي كلها متقسمين في سيجمنتيشن وتارجت وموبوزيشن، يعني في ناس محتاجه موبايل لكن في شريحه معينه محتاجه موبايل بسعر رخيص، في شريحه معينه محتاجه موبايل او محتاجه الموبايل بطريقه معينه يكون مثلا سوفت، مثلا موبايل يكون سمارت، وحد تاني محتاج لا موبايل عادي جدا، ومثلا مثلا تعالى مثلا نقول كده الموبايل، مثلا في مثلا واحد محتاجه عشان داخل الجيش مثلا، فمثلا واحد داخل الجيش، حلو، المفروض داخل الجيش عسكري او اي حاجه، فهو محتاج موبايل عادي، خلاص دي شريحه، تمام، دي الفكره بتاعت الاس تي بي. والله واحد المفروض ان هو مثلا داخل الجامعه، تمام، ده داخل الجامعه، تمام، وهيجيب موبايل، فيقول لك لا والله انا داخل الجامعه عايز موبايل يكون حلو ادخل بيه الجامعه كده، يبقى انا واد كويس ومعايا موبايل شيك وبتاع، تمام، فده محتاج حاجه سمارت، تمام. فهنا بقى التقسيمه نفسها بتاعت الناس اللي هي بنتكلم عليها او بنقول عليها ايه، الجزء بتاع السيجمنتيشن وتارجت كومبوزيشن، او المفروض بتأدي ايه بالظبط للناس دي. طب بعد ما تقسم الجزء ده بقى بتقول بقى انت كبراند، تمام، بتقدم اصلا الحاجات دي للناس ازاي، يعني انت كبراند بتقسم، انت كبراند بتدي الناس الحاجات دي ازاي، ايه الاحتياجات اللي بتديها للناس، تمام، والله انا عندي احتياجات معينة بديها للناس، والاحتياجات دي والله انا بقدم موبايل عادي، خلاص انا والله الحاجات اللي انا بديها للناس انا بدي ايه، موبايل عادي، خلاص، يبقى انا فاهم ان انا الناس عندها احتياجات، تمام، اساسيه لكن مش معروفه، ومن ضمن الناس دي شريحه معينه، شريحه معينه داخله الجيش مثلا، فعايز موبايل عادي اللي هو من ضمن الحاجات اللي هي احتياج اساسي، والموبايل ده انا كبراند بقدم ايه، موبايل عادي جدا، تمام، مثلا هنقول مثلا الفاليو بتاعته او الحاجه اللي انا بقدمها ليه اصلا، المفروض ان هو مثلا موبايل عادي، لكن مثلا ايه، خلينا نقول مثلا بيعيش كتير، زي ما انا عايز موبايل بس بحب الموبايل صغير عشان بيعيش كتير، او انا الموبايل ده هيقضي معايا سنه كامله، تمام، فخلاص انا ده الكونسبت بتاع ايه، الناس ان هي محتاجه موبايل بس هو بالنسبه لها بيعيش كتير، فخلاص هي بالنسبه لها الدنيا تمام جدا، تمام. طيب بعد كده بقى بتشوف خلاص انت ده كده فهمت الكونسبت وفهمت الطبيعه اصلا بتاعت الناس، وقسمت الشرائح بتاعتك والكلام ده كله، تعالى بقى نتكلم بقى على الجزء بتاع النهارده، تمام، بنتكلم عن اصلا بيئه التسويق، تمام، يعني كده نتكلم ونقول ان احنا بنتكلم عن يعني موضوع مهم جدا، هنقول مثلا ماركتينج عشان برضو الناس تبقى عارفه، تمام، environment، environment، تمام. طب ماركتنج انفايرمنت بقى ده المفروض ايه بالظبط، يعني ايه اصلا ماركتنج انفايرمنت والقصص دي، ماركتنج انفايرمنت هنا المفروض، في ناس بتقول ان في مشكلة في الصوت، اوكي ماشي،
حاول اظبط الموضوع انك حاضر. الجزء بتاع ماركتنج انفايرمنت هنا بتكلم في ايه؟ بتكلم في تاسك انفايرمنت، وعندي حاجه تانيه اسمها بورد انفايرمنت. تعال كده نشوف يعني ايه الكلام ده كله، او يعني ايه ماركتنج انفايرمنت اصلا. ماركتنج انفايرمنت هي كل حاجه بتاثر على شغل التسويق بتاعي، لكن شغل التسويق ده تمام ليه عوامل داخليه وليه عوامل خارجيه. يعني انا دلوقتي عشان اعمل مثلا ماركتنج، فانا في عوامل بتاثر عليا، حلو. انا عشان الطبيعه بتاعت التسويق نفسها في عوامل بتاثر عليا. يعني ايه مثلا؟ يعني انا المفروض وانا بشتغل مثلا من الحاجات مثلا اللي بتاثر عليا، وده بقى اللي احنا بنتكلم فيه لما تيجي تعمل اعلان وتقول والله انا عندي مشكله كبيره جدا، والمفروض ان انا الاعلانات عندي عاليه، تمام. انا عندي والله مشكله ان التفاصيل مثلا الميزانيه مش بتقضي وما الى ذلك. دي عوامل بتاثر على التسويق بتاعك، عوامل بتاثر على التسويق بتاعك. تعالى مثلا نقول كده المنافسه، الميزانيه، تمام. يعني مثلا لو قلنا مثلا المنافسه، تمام، دي عوامل، الميزانيه دي عوامل، دي كلها حاجات ايه بتاثر. طب انا بقى المفروض اكون فاهم الكلام ده ليه، او انا عارف الكلام ده ليه والقصص دي كلها. انا بكون فاهم الكلام ده وعارف القصص دي كلها علشان اكون فاهم طبيعه الشغل نفسه على السوق قبل ما اشتغل، على السوق قبل ما اشتغل. قبل ما اشتغل لازم اكون فاهم ايه الحاجات اللي انا هخش فيها في الاندستري دي وهتاثر على الايه الشغل بتاعي. يعني مثلا انا دلوقتي المفروض بقدم تسويق مثلا على مثلا فيسبوك، حلو. فشغلي اصلا على فيسبوك بيتاثر بالسيزون مثلا، او بعمل اعلانات. والله المفروض خلاص هتحول وابتدي اشتغل على بروشورز، ابتدي اشتغل على مناديب، ابتدي اشتغل مثلا على بلاتفورم تانية وما الى ذلك. فهنا اصلا الكلام ده بيجي منين؟ بيجي اصلا من دراستك للانفايرمنت بتاعت الماركتنج نفسه. تعالى كده، والله احنا عايزين نعمل مثلا ماركتنج استراتيجي، عايزين نعمل استراتيجية تسويق. طب استراتيجية التسويق دي عشان تعملها انت لازم تكون فاهم ايه الحاجات اللي هتأثر على التسويق بتاعتك والحاجات اللي مش هتأثر. فهنا بيجي بقى دور حاجة اسمها ماركتنج انفايرمنت. يهمني جدا، او لو فهمت النقطة دي او المعنى ده، انا كده مش عايز منك حاجة تاني في اليوم، يبقى انت فاهم جزء كبير. احنا دلوقتي بنتكلم على الماركتنج انفايرمنت. الماركتنج انفايرمنت هي كل حاجة بتأثر على التسويق بتاعك في شغل التسويق، سواء وانت بتعمل ميزانية، سواء وانت بتعمل اعلان، سواء وانت بتعمل اناليسيس، سواء وانت بتعمل اي حاجة. فأي شغل او اي حاجة بتأثر على التسويق بتاعك فهي اسمها ماركتنج انفايرمنت. فهي اسمها ايه؟ ماركتنج انفايرمنت. طب الماركتنج انفايرمنت فيها اجزاء مختلفه، او بتتقسم اصلا لايه؟ لجزئين. في حاجه اسمها تاسك، تمام، في حاجه اسمها تاسك، تمام، انفايرمنت، وفي حاجه تانية اسمها بورد، تمام، اسمها برود، تمام، خلاص. طيب ايه بقى التاسك وايه البرود ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. هقول لك انا الموضوع ببساطه. التاسك ده او الجزء بتاع التاسك كل الحاجات اللي بتشارك معاك جوه العمليات التسويقيه، وانت اصلا شغال في التسويق، وانت شغال في التسويق في حاجات، او انت شغال على التسويق في حاجات بتشارك معاك علشان تبتدي تسوق. اي حاجه بتاثر معاك في دي، تمام، بيبقى ايه؟ في جزء التاسك. طب زي ايه مثلا؟ زي مثلا الانتاج، تمام. الانتاج ده زي ايه؟ زي مثلا وانا بصور الفيديو، تمام، او انا بعمل الفيديو بتاعي او الصور. زي مثلا الاعلان نفسه، تمام، دي كلها حاجات بتشارك الماركتنج بتاعك. طب زي مثلا ايه؟ زي العروض اللي انت بتقدمها، دي كلها حاجات جوه جزء التاسك، تمام، دي تاسكات جوه الماركتنج، تمام. فالطبيعه بتاعت الماركتنج بتتاثر. فايه الحاجات اللي هتاثر؟ والله انا تعالى يا باشمهندس مثلا اعمل لنا ماركتنج، حلو جدا. طب يا جماعه انا عندي حته في الماركتنج انفايرمنت هتاثر على شغل الماركتنج بتاعي. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله هقول لك انا، يعني المفروض ان انا عندي الفيديوز والماتيريالز والصور والحاجات اللي هي انتاجيه اصلا عشان نشتغل بيها ماركتنج فيها تاثير، فانا كده مش هعرف اشتغل اصلا، تمام. فانا كده ايه؟ مش هعرف ايه اشتغل. فدي كلها حاجات بتبقى جوه الجزء بتاع الماركتنج ده. زي مثلا برضو الحاجات اللي بتشاركك زي التجار او الموزعين، تمام، التجار او الموزعين، تمام، دي ناس بتشاركك في التسويق. والله انا بدي ديستريبيوتر، والديستريبيوتر يبتدي ايه؟ يبيع لي، تمام، وايه يبتدي يشتغل معايا، او يبتدي ان هو يتكفل بكل الحاجات اللي هي بتاعت التسويق. طب تعالى بقى نشوف الجزء بتاع
البورد ده والاجزاء دي المفروض بنشتغل عليها ازاي في جزء البورد. جزء البورد دي كل الحاجات بقى الكماليات التانية المفروض بتساعدك في جزء التسويق، زي مثلا ايه؟ مثلا إيه؟ ابحاث السوق. تمام، ابحاث السوق. تمام. طيب تعالى مثلا نتكلم مثلا عن وكالات الاعلانات. تمام، وكالات الاعلانات. تمام. تعالى مثلا نتكلم على البنوك، لو انت مثلا بتتعامل مع بنوك وشركات وما الى ذلك. تمام، او الحاجات دي بتاثر في شغل التسويق بتاعك، الكلام ده كله. تمام، ففي دي حاجات انفايرمنت بره. تمام، الحاجات اللي جوه الاسواق نفسها. تمام، اي حاجه قصادك بتاثر عليك من بره. تمام، زي مثلا ما قلنا كده المنافسين بتوعك، البنوك بيأثروا في السوق، الأبحاث بتاعت السوق نفسها، أي حاجة جوه الماركت نفسه، فدي حاجة أصلاً بتأثر معاك. تمام، طيب تعالى بقى مثلاً ناخد كده جزء البورد ده كده بالتفصيل، ونشوف جزء البورد ده المفروض رايح فين، أو المفروض إن هو بيعمل إيه بالظبط كده بالتفصيل بتاعه. تمام، جزء البورد ده عندك فيه حاجات مختلفة، عندك فيه حاجات مختلفة ونقط كتير بتأثر، بس عموما في يعني في الآخر نختصرها في الحاجات اللي المفروض إن هي بتأثر أصلا على السوق لكن خارجية ملهاش دعوة بيك. تمام، يعني التاسك دي حاجة خلينا كده نقول داخلية. تمام، وخلينا نقول بس عايز أبين الحياة كلها عشان الناس اللي بتدخل متأخر تكون ايه فاهم ايه الطبيعة بتاعت بيتنا او بنتكلم في ايه. تمام، خلينا كده نقول مثلا، طيب خلينا كده نقول ادي. تمام، لا كده الدنيا باظت خالص، مش خليها كده. طيب خلينا نقول ان ده الجزء ايه التاسك ده ايه الحاجات ايه الداخلية. خلينا نقول ان التاسك ده الحاجات الداخلية. تمام، طيب طيب خلاص، فالجزء التاسك هو الحاجات ايه الداخلية. طب جزء بقى البرود ده بيتكلم في ايه، خلينا الحاجات الخارجية. تمام، عشان الدنيا تبقى ايه اوضح شوية. طب الحاجات الخارجية دي مثلا زي ايه؟ عوامل مختلفة جدا. تمام، حاجات مختلفة، والحاجات دي فعليا لما بنيجي نطبق اصلا على اعلانات سوشيال ميديا او اعلانات ديجيتال او ما الى ذلك، بنبتدي نقعد نفكر هي المشكله فين؟ هي المشكله فين؟ انا مش عارف التارجت عندي في حاجه مشكله، في مشكله، انا مش عارف استهدف، الكلام ده كله، انا مش عارف الميزانيه دي هتقضي ولا لا؟ واسئله كده اصلا هي بترجع لشغل الماركتينج، يعني الاسئله دي اصلا راجعه لشغل الماركتينج اصلا. تمام؟ اللي هو اساسيات الماركتنج اصلا، زي ما احنا بنتكلم كده فيها جزء الايه الماركتنج انفايرمنت. طيب الكلام ده بقى ايه علشان نشوف، خلينا نقول ان ده البيئه الايه الديموغرافيك. تمام، تمام، جزء الديموغرافيك، اي حاجه ديموغرافيك، اي حاجه الديموغرافيك، غير طبعا الحاجات اللي هي برضو الجيوغرافيك. تمام، طيب طبعا الديموغرافيك اللي هي الحاجات الديموغرافيه كلها، والجيوغرافيك الحاجات اللي هي خاصه بالجغرافيا زي المواقع والبليس والكلام ده كله. تمام، طيب ايه تاني مثلا؟ الحاجات الاقتصاديه. تمام، اي حاجه ليها علاقه بالاقتصاد، اي حاجه ليها علاقه بالاقتصاد، زي مثلا ايه تاني مثلا؟ الثقافه مثلا بتاعت الناس، الثقافه. تمام، يعني انا مثلا لما اجي اشتغل مثلا على حاجه في السعوديه، غير لما اجي اشتغل مثلا على حاجة في الـ الناس اللي بتقول على أبحاث السوق والحاجات دي، هي دي الحاجات الداخلية مش الخارجية. يعني دي من الحاجات الداخلية. تمام، عشان الناس اللي بتسأل، هي دي الحاجات الداخلية مش الخارجية. تمام، خلينا كده عشان الدنيا تبقى واضحة. تمام،
تمام كده كده اعتقد الدنيا واضحه. لو الدنيا واضحه مش عارف ممكن بعت المسج يقول لي اه الدنيا بقت تمام بالنسبه لي. تمام طيب احنا مثلا اه قلنا ان كل ده في الايه في الانفايرمنت، عندنا العوامل الداخليه وعندنا العوامل الخارجيه. في العوامل الداخليه اللي هي اسمها التاسك اللي هي الانتاج والتوزيع والعروض والموردين والحاجات كلها الايه الانترنال. تمام حلو جدا. تمام عايز اعرف مين بيسال. تمام آه خلاص عندنا بقى آه تمام يا محمد تمام آه عندنا بقى العوامل بقى الخارجيه اللي بتاثر على شغل الماركتنج بتاعي. قلنا العامل الديموغرافيك والجيوغرافيك والعوامل الاقتصاديه والعوامل الثقافيه والعوامل الطبيعيه. تمام احنا والله عندنا فيضان. تمام فدي حاجات هتاثر على شغل الماركتنج بتاعي، مش هقعد اعمل يفط في الشارع انا وفي فيضانات يعني. تمام مش هقعد مثلا في اسكندريه على الكورنيش واعمل بانرات واحنا اصلا في عز الشتاء والدنيا خلاص دي يبقى انا كده بهدر. تمام التكنولوجيا نفسها، تمام التكنولوجيا نفسها بتأثر. تمام اي بقى عوامل طبعا السياسه، تمام سياسه الدوله بتأثر. تمام الحاجات دي كلها ايه بتأثر. تمام يعني انت لو فهمت النقطه دي يعني ده الكور اصلا بتاع الشغل بتاع النهارده او الفيديو بتاع النهارده، ان احنا بنتكلم في كماركتنج انفايرمنت عندنا جزئين، جزء داخلي وجزء خارجي. الجزء الداخلي اللي هو التاسك بيتكلم في اي حاجه بتاثر على شغل الماركتنج بتاعي من جوه. تمام اي حاجه خارجيه بتاثر على الشغل بتاع الماركتنج من بره اللي هي البرود اللي هي الديموغرافيه والعوامل الجغرافيه والاقتصاد واي حاجه من بره بتاثر على جزء الايه الماركتنج بتاعي. تمام دي كلها حاجات بتاثر معايا جدا جدا في شغل التسويق بتاعي. عشان كده ما ينفعش ان انا اجي اشتغل على جزء ماركتنج واقول انا كده والله شغال بشكل كويس لكن انا مش عارف المشكله فين. نرجع بقى لجزء الماركتنج وتبص على الماركتنج انفايرمنت وتشوف المشكله عندك فين. خلينا كده نشوف حد عنده سؤال في الجزء ده. هو معلش ممكن حضرتك يعني تراجع من الأول بسرعة ايه اللي خدناه بشكل موجز لأن أنا دخلت وتلت. آه، تمام ماشي مفيش مشكلة. آه، خليني طيب طيب قبل ما نراجع حد عنده سؤال عشان واحنا بنراجع مثلا أأكد له عليه. خلينا كده نشوف الشات ولو حد عنده حاجة يقول في المايك عشان ايه نظبط ايه الدنيا بشكل اكتر، وانا هبين لكم الدنيا كلها عشان لو حد ايه. تمام تمام طيب خلينا كده نقول بص احنا دلوقتي المفروض ان احنا اصلا الموضوع بتاع النهارده بنتكلم عن الجزء بتاع الماركتنج انفايرمنت. تمام طيب الجزء بتاع الماركتنج انفايرمنت اصلا قبل ما نخش فيه كان فيه نقطة كده مهمة جدا عايزين نتكلم فيه او نبص عليها، وهي اصلا الايه الكور اصلا بتاع الماركتنج نفسه. تمام عشان لو انت معاك بروجكت او هتستلم بروجكت او هتشتغل لعميل وما الى ذلك، من الحاجات المهمه اللي بتبص عليها الماركتنج انفايرمنت مع كام حاجه. فاحنا اتكلمنا في الكام حاجه سريعا ودخلنا على جزء الايه الماركتنج انفايرمنت. طيب تعالى كده نشوف الجزء بتاع الحاجات الاساسيه. احنا لازم نشوف احتياجات الناس. تمام والله الناس دي عندها احتياجات اساسيه. طب الاحتياجات الاساسيه او الحاجات الاحتياجات المعروفه زي الاكل، ولا احتياجات اساسيه لكن مش ظاهره زي مثلا بطاريات الموبايل كلنا بنحتاجها بس دي حاجه مش ظاهره، مش زي الاكل والشرب بنحتاجها بنحتاجها كل يوم. خلينا بس ايه نتكلم في حاجه ان ده بارت كده. تمام ده كده بارت بنتكلم فيه، والناحيه الثانيه ايه بارت مختلف. تمام عشان الدنيا بس ايه تبقى ايه ماسكه بعضها الناس تبقى فاهمه. تمام طيب فخلاص فاحنا ايه بنتكلم في ايه في الجزء الاولاني. الجزء الاولاني ده بيتكلم في ايه ان انا عندي انواع مختلفه من ايه الاحتياجات، فانا لازم اصنف الاحتياجات دي. طيب تعالي مثلا كده انا دلوقتي عندي الناس عندها برضو نوعيه تانية من الاحتياجات، ان هي الريل هي محتاجه احتياج ايه جوه المنتج نفسه. والله محتاجه ان تشتري موبايل او بطاريه موبايل بس تبقى جودتها عاليه، مش بطاريه وتبوظ بعد يومين، لا انا محتاج بطاريه رخيصه امشي بيها نفسي. تمام زي مثلا طب خلاص انا عرفت احتياجات الناس محتاجه موبايل او محتاجه بطاريه موبايل. طيب بعد كده بقى مثلا نقسم الكلام ده لشرايح. عندنا حاجه اسمها اس تي بي اللي هي السيجمنتيشن تارجتنج بوزيشن. طب السيجمنتيشن تارجتنج بوزيشن دي المفروض تفاصيلها ايه او تقسيمتها ايه؟ ان انا عندي كل الناس بتحتاج موبايل
او كل الناس محتاجه بطاريات موبايل، لكن متقسمين. في مثلا واحد داخل الجيش جديد، تمام، او لسه داخل الجيش، داخل عسكري، فعايز يقضي موبايل عادي يقضي معاه السنه، تمام، وما يكونش سمارت ولا تاتش ولا اي حاجه، عشان ايه؟ يقضي بيه سنه وخلاص، تمام. ده حد تاني داخل الجامعه، فلا هو عايز حاجه سمارت، يعني مش هروح الجامعه انا بالتليفون الصغير ده، تمام. طبيعه بقى الايه، الكاستمر نفسه، تمام. طيب بعد ما هو خلاص راح الجامعه وخلاص، يبقى ده ايه؟ عميل مختلف، تمام. ده عميل وتعميل، فنبتدي نقسم شرايح العملاء، تمام. طيب بعد كده المفروض انا بقى بدرس البراند، انا كبراند بقدم لاني شريحه وبسد اني احتياج. والله انا بقدم موبايل عادي جدا، والميزه بتاعته او زي ما بنقول كده عليها الفاليو بروبوزيشن، الجزء بتاع الفاليو بروبوزيشن اللي هو انا بقدم موبايل والميزه بتاعته والفاليو بتاعته ان هو بيعيش. طيب بقدمه لمين؟ لا انا بقدمه موبايل عادي، فخلاص انا بقدمه لايه؟ للناس اللي داخله الجيش. ما ينفعش اعمل اعلان واستهدف فيه الناس اللي هي من سن 20 ل 25، اللي هم اصلا داخلين الجامعات، واقول انا مش عارف الناس ما بتشتريش ليه؟ لا انا من الناس اللي داخله الجيش. طب بعد كده المفروض محدد بالظبط انا بعمل ايه؟ تمام. بعد كده المفروض بقى بشوف ايه ده يتناسب مع انهي احتياج، تمام. وطبعا في بقى عوامل بقى مختلفه بتاثر في الايه، طبيعه ايه، طبيعه التسويق بتاعي، طبيعه التسويق بتاعي. طب العوامل دي بقى ايه؟ المفروض ان انا عندي حاجه اسمها ماركتنج انفايرمنت، ماركتنج انفايرمنت لازم بدرسها وافهمها كويس جدا جدا قبل ما اشتغل على اي بروجكت، عشان اشوف طبيعه البروجكت ده ايه. طب طبيعه البروجكت اللي انا بشتغل عليه ليه حاجتين، او الماركتنج انفايرمنت دي بنقول عليها بيئه التسويق، تمام، او بيئه ايه، التسويق، تمام، او البيئه التسويقيه، تمام. بيئه التسويق، والله انا ايه الظروف اللي انا هكون موجود فيها وانا بسوق للمنتج ده. والله البيئه بتاعت التسويق هنا بتقول ان انت عندك عوامل داخليه وعوامل ايه، خارجيه. عندك عوامل ايه؟ داخليه، وعندك عوامل ايه؟ خارجيه. طب العوامل الداخليه دي ايه؟ والله كل حاجه ريليتد بيا، او كل حاجه معايا وانا ايه، شغال في التسويق، زي الاعلان، العروض، الصور، الفيديوهات، الميزانيه، البحث السوق اللي بعمله، الاعلانات، البنوك اللي لو بنوك بتمولني، اي حاجه ليها علاقه انفايرمنت، اي حاجه ليها علاقه بيا، تمام، وانا بعمل اعلان، فدي كلها حاجات ايه، داخليه. طب عندي جزء تاني اللي هو البرود، اللي هو ايه، اللي هو ان انا اي حاجه خارجيه بتاثر عليا، زي السياسه، الاقتصاد، البيئه، ثقافه الناس، العوامل الجغرافية وما إلى ذلك، تمام. ده كده ملخص عن كلام النهاردة يعني، تمام. حد تاني عنده سؤال؟ كان في حد بيقول النيد والإيه في الشات، النيد والتاسكس، ماشي. أنا قلت الاتنين يا منى، لو في حاجة مش واضحة قولي لي يعني، تمام. إيه تاني؟ خلينا كده نشوف حد تاني عنده سؤال. تمام. بالمناسبة في حاجة مهمة جدا كنت برضو، لو انتوا عندكم اي تفاصيل تانية محتاجين تعرفوها عن الموضوع ده، ممكن تكتبوا يعني، او اي موضوع احنا بنتكلم فيه، ممكن بعد كده تاخدوا عنوان الموضوع نفسه وتعرف عنه اكتر وتسيرش عنه اكتر، تعمل بيسيرش، والمعلومة اللي انت تجي لها وعندك فيها مشكلة، او لا ده حسيت ان انت بدات تتلخبط والمعلومه مش عكس المعلومه اللي احنا بنتكلم فيها او كده، تعمل ستوب وترجع لي تقول لي والله انا عملت سيرش لقيت ان في حاجه، هل ايه الصح وايه الغلط، او ايه الفرق ما بين ده ومن ده، عشان بس لقيت ناس بتعمل كده، بتعمل سيرش وتلاقي مثلا حاجه اضافيه او حاجه فتلخبط نفسها. فيعني ارجوك اللي يلاقي معلومه زياده او حس بتضارب في الكلام يقول لي والله احنا في حاجه وقع مننا، تمام. زي كده مثلا الماركتنج انفايرمنت هيطلع لك ايه صور، هتعمل سيرش عادي جدا، فهتلاقي ايه الموضوع ايه، هتلاقي الموضوع عندك ايه، مختلف يعني، تمام. فوانت بتعمل سيرش تكون فاهم ايه، الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي، وتقول لي وصلت لايه. دي كانت نقطه مهمه جدا عشان ما انساهاش، تمام. خلينا كده نشوف في المسج، في الكتاب الاول اساس التسويق يوجد شرح وفي بيت التسويق، فعلا في
في اساسيات كوتلر، عنده شرح جدا 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 لاساسيات التسويق. لو حد عايزه يبعت لي واقول له وابعت له الكتاب، من الكتب بصراحه الكويسه جدا. طيب خلينا كده نشوف، تقريبا كده خلاص ما حدش عنده سؤال، فلو كده تمام مفيش اي مشكله. حاولوا تسيرش في الموضوع اكتر، والبروجكت اللي انتوا شغالين عليه شوفوا ايه العوامل الداخليه والعوامل الخارجيه او التاسك البورد بتاعتكم اللي بتاثر على رؤيه التسويق، وتبعتوا لي على الميل زي منى ومحمد وفي حد من المغرب انا مش متذكر اسمه، وفي كذا حد بيبعتوا لي. ف ظبطوا البروجكت بتاعتكم وقولوا لي، وان شاء الله اشوفكم على خير يوم الاثنين اللي جاي الساعه 9 على كلوب هاوس، ويوم وكل يوم جمعه الساعه 9 عشان نكمل في الجزء اللي احنا شغالين عليه. احنا خدنا كل الحاجات دي واتكلمنا على الاجزاء بتاعه الماركتنج تمام. المره المفروض المره الجايه هنتكلم بشكل كبير عن جزء الاس تي بي عشان نشوف ازاي نقسم شرايح العملاء ونطلع العملاء كل عملاء لوحدها والقصص دي كلها تمام. أشوفكم على خير المرة الجاية وتصبحوا على خير. هو ممكن نسأل؟ ممكن، انا قعدت اقول يا جماعة اللي عندي سؤال. ماشي اوكي. احنا خلصنا بسرعة قوي النهاردة. ما عشان الحتة بتاعت النهاردة صغيرة شوية بس اوكي، يعني احنا بنقعد ال12 في تمام يعني عادي. تمام حضرتك المرة اللي فاتت لو فاكرني انا ياسمين اللي لسه مبتدئة، افتكرتك. قلت لي اعملي حاجة وانشري عليها، فانا عملت صفحة عندي على الفيسبوك ممكن حلو. اوريها لحضرتك واقول لحضرتك انا الفترة دي بتعلم ايه علشان تديني رأيك وامشي بشكل افضل. انا ما فيش مشكلة، ابعتي لي على الواتساب او ابعتي لي على الميل، ولو في اي حاجة لحضرتك بقول لك دلوقتي ايه. اوريها لحضرتك دلوقتي خليها بعد ما نقفل، ابعتي لي عشان اقول لك يعني ابعتي لي اللينك، فاهمة؟ ماشي تمام. بس في تمام. حاجة تانية حضرتك، انا طبعا الاربع محاضرات اللي قبل كده خلصتهم حلو. ايه كمان صح كده، ايه ايه انا الشبكة قطعت، معلش تاني كده. الاربع محاضرات انا حلو خلصتهم بس في اتنين فيهم تاسك، انا التاسك لسه ما عملتوش هعمله حلو ماشي، اعمليهم تمام. وبعتيهم. وكمان قلت لي اعملي بلوج، حلو انا حاليا بدرس ووردبريس حلو، خلاص اشتغل وورد بريس. علشان حلو انا حابه جدا، اعمل ليا، خلاص اشتغل وورد بريس. عايز، فانا بدات فيه وكمان عندي معلومات عنه، فبدات اتعلم ووردبريس حلو ماشي، وعندي معلومات عنه، فهعمل عليه حاجه ليا. حلو. بس ان انا بقى ابدا اكتب نفسها دي انا مش عارفاها، اعمل ايه طيب عشان اتعلم الكتابه؟ هقول لك على حاجة، وكمان عندي افكار حلوه ان انا اجيب من عليها حاجات. هقول لك على حاجة في على البيج يعني سلسلة لسه خلصانة أصلا الشهر 10 تمام، عن الكتابة أصلا من إيه تو زي، راجع معاها وطبقي واحدة واحدة وفولو أب معايا وأقول لك النقط اللي تقفي عليها. اوكي تمام. تمام، فأنت كده عندك بس هو متاح إيه؟ متاح تدريب اوفلاين، بحيث متاح تدريب في اي مكان تاني اوفلاين، اي شركة، اي حاجة تابع معاها؟ كتدريب يعني. لان ابعتي لي السي في، وانا بيجي لي شركات بتبقى محتاجه ناس تريننج، وشركات تانية محتاجه ناس عندها خبره وكده، فانا بسجست على حسب السي فيز اللي معايا ببعت يعني. وفي الشهر اللي فات كان في اوكي مجموعه كويسه الحمد لله، لقوا لهم مكان في شركتي. حلو قوي ما شاء الله تمام. وكمان حظي حلو ان اهلي وافقوا الفتره دي ان انا اشتغل براحتي في القاهره. طب كويس تمام. ميرسي جدا تمام، انا هرسل لحضرتك الحاجات دي على الايميل عندك. ميرسي خلاص تمام عفوا. وكذلك على فكرة أي حد يعني أي حد عنده أي حاجة يبعت، مفيش أي مشكلة. تمام. هي في حد سلسلة تعليم الكتابة على اليوتيوب صح؟ في على اليوتيوب وفي على البيج، على البيج مكتوبة تكست، على اليوتيوب بتكلمنا في كذا نقطة مهمة. أوكي تمام تمام ماشي. ميرسي خلينا كده جدا. نشوف. عفوا. أنا ممكن تمام، بس هشوف بس الشات، الناس اللي تايهه في الاي سي او
في ناس بتقول انا تايه في الاس اي او. في بوست نزل امبارح كتبت فيه عشان السؤال ده جالي كذا مره، الجزء الاس اي او يا جماعه البدايه فيه بتكون ازاي والتفاصيل بتاعتها، راجعوا كده البدايه عشان الناس اللي بتبتدي غلط لا ابتدي صح. يعني في كده كام بوينت كده وانت بتبتدي اصلا في الاس اي او لازم تخلي بالك منها عشان الناس بتتوه بسبب ان هي بتبتدي غلط، تمام؟ يعني او انت اصلا عشان تبتدي اس اي او لازم اصلا تفهم اول حاجه طبيعه اصلا السيرش انجن عامله ازاي، طبيعه الاس اي او اصلا ايه، تمام؟ اللي هو يعني ايه اس اي او اصلا، طب يعني ايه محركات البحث، طب هل محركات البحث دي هي جوجل ولا محركات البحث دي حاجه وجوجل حاجه، لان في ناس اصلا بتتلخبط ما بين البراوزر نفسه وما بين اصلا ال ما بين اصلا جوجل وما بين تفاصيل تانية، تمام؟ ففي تفاصيل مختلفه لازم نخلي بالنا منها، تمام؟ من الحاجات برضو بتاعت الخطوات ان انت تفهم المصطلحات. في بقى نقطه نقطه مهمه جدا جدا اللي هو ان انت اللي هي النقطه الرابعه، انت تختار اصلا طريقه معينه تدرب فيها عملي، تمام؟ يعني انت بعد ما تقرا الاساسيات وفهمت الاساسيات والكلام ده كله، عرفت الاكسبريشنز والكلام ده كله، لازم تاخد واي واحده. يعني لو انت متابعني خلاص تابع معايا، متابع مع حد تاني ما تتابعنيش بعد اذنك، انا بقول لك ما تتابعنيش لو انت بتابع مع حد تاني، لان انت بتشتت نفسك، بتعرف مني معلومه، بتعرف من حد تاني معلومه، بتعرف من حد تالت معلومه، هتبص في الاخر تلاقي نفسك الدنيا داخله في بعضها، انت ما انتش عارف تلم معلومه من الشرق على معلومه من الغرب، في حاجات وحاجات بتاخدها ادفانسد قوي وحاجات بتاخدها بيزكس قوي. فده بقى بشكل عام اصلا حتى بغض النظر عن الجزء الاي سي او، انت ما تبداش كده، يعني ما تدخلش نفسك في متاهه انت هي مش بتاعتك، انت خد الموضوع خطوه خطوه، انت ابتدي في الاول على الجزء بتاع ال اس اي او، اعرف يعني ايه اس اي او وافهم الموضوع ماشي ازاي بشكل عام، دي نقطه. النقطه الثانيه اعرف الاكسبريشنز والمصطلحات، بعد كده كمل على نفس الاجزاء، دي نقطه. النقطه الثانيه في سلسله اصلا بتاعت اس اي او المفروض نزلت اول بوست ليها امبارح وتاني بوست ليها النهارده، والمفروض هنكمل السلسله دي لحد ما انت ما تخلص السلسله دي هتبقى فاهم بعد كده المفروض الدنيا معاك بتمشي ازاي وهتكمل ازاي في الطريق ده، تمام؟ ده الجزء بتاع الاي سي او، او ان انت ازاي تشتغل في الاي سي او، امشي على البروسيس دي او تابع الاجزاء دي. وانت برضو بتطبق عملي تابع مع حاجه يا جماعه، في ثلاث طرق عشان نتعلم بيهم، انت عندك علشان تتعلم في ثلاث طرق لازم ايه تركز معاهم جدا جدا وتركز واحده منهم، تمام؟ يا اما بتاخد كورسات، والكلام ده انا دايما بقوله، تمام؟ يا اما تروح تاخد كورسات، تمام؟ بس طبعا لازم تطبق فيها، ما ينفعش ان انت تاخد كورس كده وخلاص انا رحت الكورس فالمفروض ان انا اشتغل، تمام؟ فبعد الكورسات او سوري بعد تطبق جوه الكورس وبعد الكورس، وتتابع التطبيق بعد الكورس، واللي بيديك الكورس لازم يتابع معاك التطبيق بعد الكورس ما يخلص حتى، تمام؟ وده اللي احنا بنعمله، وممكن تلاقي حد تاني بيعمله او لا. طيب بعد كده غير الكورسات ان انت اصلا تذاكر مع نفسك كده سيلف ستادي، تمام؟ تذاكر ايه؟ مع نفسك، يعني انت مع نفسك كده تجيب ورقه وقلم وتجيب كشكول كده 200 300 ورقه وتبتدي كده تعمل سيرش وتبتدي تذاكر ايه الدنيا بشكل ايه بشكل بسيط وواضح، وتتابع من ايه من مصدر واحد ايه تظبط منه وتذاكر منه وتذاكر مع نفسك وتجمع معلوماتك وتقرا وتسيرش وتجرب بايدك وتعمل موقع ووردبريس زي ما الاستاذه لسه عامله، ده لازم تفحت نفسك فيه، تمام؟ او ان انت المفروض ان انت بتشوف ايه مينيتور، بتشوف ايه مينيتور اللي هو اصلا حد يتابع معاك، تمام؟ اللي هو يعني حد كده ايه يتابع معاك يقول لك ايه والله انت الخطوه الجايه، تمام؟ الخطوه الجايه هنعمل كذا، ويبتدي يبني لك جون شارت او يبني لك طريق كده، احنا يا محمد يا احمد يا منى ايا كان، المفروض ان احنا دلوقتي الحاله بتاعتك كذا، انت دلوقتي بادئ لسه مش عندك اي معلومه، فانت هتبتدي تجمع المعلومات، بعد كده نبتدي نعمل كذا لحد ما تبقى ادفانسد كذا، وتتابع معاه من اي تو زي، وما تبصش ولا يمين ولا شمال على اي حد، ويوم ما تبص على حاجه او تقرا من مصدر تاني او تعرف حاجات تانيه غير اللي بيقول لك عليها، تروح تديها له وتقول له انا قريت ده، يقول لك ده مكانه فين، عشان تبني البازل بتاعتك بشكل مظبوط. فانت عندك الثلاث نقط دول، يا تذاكر مع نفسك،
وتتابع بشكل كويس جدا وترتب معلوماتك وتكون صاحي وانت بتذاكر، يا اما تتابع مع حد، يا اما ايه تشتغل كورسات وتطبق بعد الكورسات. اسهلهم من تحت لفوق، كورسات او تتابع مع حد او مع نفسك. اصعبهم من فوق لتحت، مع نفسك او تتابع مع حد او الكورسات. والاطول في الوقت والاكثر في المجهود من تحت لفوق، مع نفسك او تتابع مع حد او الكورسات، ده كمجهود. واسهلهم في المجهود من تحت لفوق، تمام؟ فانت ليك الاختيار، ومش معنى ان انت اخترت تذاكر مع نفسك يبقى انت حد جامد جدا، ولا ان انت كورسات يبقى انت حد بتستسهل ولا حاجه. كل واحد على حسب الطبيعه بتاعته، تمام؟ ده في جزء ان انت لما تكون تايه، اي حد تايه في الاي سي او او اي حاجه، او اي تايه في اي تخصص، لازم يعمل كده، تمام؟ لازم يشتغل على ده، تمام؟ في ناس بتيجي تقول لي والله احنا عايزين ناخد كورس معاك، بنبتدي نعمل اورينتيشن. والله انت لا، انت مش هينفعك الكورس، لان انت ممكن تذاكر مع نفسك وانت حد ادفانسد والدنيا بالنسبه لك تمام، عايز تبقى تطبق عملي بس شويه، تمام؟ فانت كيس، كل واحد مننا كيس او مثال، فما تروحش تقرا كل اللي الناس بتقراه وتذاكر من كل الناس بتقراه والقصص دي كلها، تمام؟ طيب خلينا كده نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي انت بياخد كورسات من هوب سبوت، كمل. لو انت مبسوط وحاسس ان انت بتفهم وبتتقدم في الموضوع، كمل معاهم. ما تاخدش عندنا كورس، انا بقول لك اهو، او اللي بيسال مش عارف مين، ما تاخدش انا عندنا كورس عادي جدا، او الدبلومه من عندي عادي جدا، تمام؟ ما دام انت اصلا انت حد بتنجح، خلاص كمل او كملي. يعني مش محمد تقريبا، اه محمد بس، كمل يا محمد عادي جدا، تمام؟ كمل وركز معاهم وابني نفسك. ما يعني انت لو انت مش عايز تعتمد على الكورسات، تمام؟ خلاص. طيب كان في حد بيفتح المايك او بيسأل على حاجة في المايك، او حد فتح المايك سأل على حاجة، مين اللي كان بيسأل؟ أنا اللي كنت بسأل. اه معاكي. طيب أنا كنت قلت لحضرتك إن أنا اس او، وأنا أكتب كورسات كتير، ايه؟ حاليا جديدة في اس او، تمام، حلو. بس أخدت كورسات كتير قبل كده، يعني أنا بقالي 5 سنين باخد كورسات عن خمس الماركتينج سنين بتاخد كورسات؟ ماركتينج حرام. والسوشيال ميديا. بس ايه، ما هو مشكلة في التطبيق العملي، والمشكلة ان مفيش حد مفيش سكولرشيب. لا، هو لازم تطبيق، يعني لازم تطبقي. فانت حاولي تطبقي باي طريقه، يا اما تطبقي مع نفسك، يا اما تخش مع جروب او اي حاجه. انا طبقت في السوشيال ميديا، وحاليا دلوقتي في الاي سي او، بس انا حابة مجال الاي سي او. بس هو المشكلة بقى فيه، هو الفيديوهات اللي هي على اليوتيوب اللي هي بتاعت حضرتك كافية؟ على حسب، في ناس بالنسبه لها لا، هي فهمت كل حاجه وبالنسبه لها قادره تكمل، وفي ناس لا. في ناس بالنسبه لها هي محتاجه حتت معينه من الفيديوهات دي، وفي ناس لا. فهو على حسب الكيس نفسها، عشان كده بقول لك كل واحد على حسب هو يعني فهمه ماشي ازاي. بصي هقول لك على حاجه، في الكورسات او في المذاكره او كده، ما تعتمديش على حاجتين معينين. اول حاجه عدد الساعات، ما ينفعش. يعني انا ما ينفعش حاجه اسمها عدد ساعات. عدد ساعات دي يبقى انت يعني جاي تاخد كورس او درس خصوصي وليك 5 حصص وخلاص، او ده جاي مدرسه وتاخد 5 حصص وخلاص، تمام؟ فما فيش حاجه اسمها عدد ساعات. انا خدت كورس، يبقى لازم يكون معايا فولو اب حتى ما اطلع بيرفكت، تمام؟ او انا اكون ضامن ان انا في عدد الساعات دي. عشان كده مثلا اي حد بيجي يسال عدد ساعات، لا ما فيش عدد ساعات، ما فيش حاجه اسمها كده، تمام؟ عدد. فانت ما تعتمديش على عدد ساعات او عدد فيديوهات او ما الى ذلك. الحاجه الثانيه، ما تعتمديش على بس المعلومه اللي بتتقال لك من غير تطبيق. لا، انت خدت المعلومه اكتبيها عندك عشان تطبقيها، تمام؟ فدول حاجتين مهمين جدا، ولو لو اشتغلت على الحاجتين دول وركزت معاهم في كل خطوه انت بتخطوها في شغلك، او في الجزء اللي بتشتغلي عليه او جزء التعليم بتاعك، هتفرق معاكي، تمام؟ طب هو انا اوريدي خلصت الكورسات، وفي حاجات مطبقها مع نفسي، ماشي. ومتابع حضرتك، بعت لك حاجات على الايميل قبل كده، فانت اه قلت لي ان هو الشغل كويس، بس ايه، في ناقصه شويه حاجات في اساسيات الماركتنج. حلو، تمام. انا طبقت الكلام ده، واللي بعته لحضرتك كان اللي رديت عليه حضرتك النهارده، فحضرتك بتقول ان هو كده كويس كده. حلو، انا بس برضو مفيش شغل، انا معايا حاليا مفيش طرف، فكده عادي عادي. الطرف انت بص اقول لك على حاجه، انت
حتى لو ما فيش اصلا بروجكت معاكي تشتغل عليه، حاولي تطبقي على اي بروجكت بالنسبه لك، ادرسي اي مجال او اشتغلي ماركتينج على اي اندستري انت اصلا كنت فاهمه فيها قبل كده او اشتغلت فيها قبل كده، ما توقفيش نفسك عادي جدا. فاهم؟ شوفي يعني تيم فريلانسر شغال وابتدي قولي له يا جماعه احنا هشتغل معاكم، شوفي شركه وقولي لهم يا جماعه يعني سيرش اللي هتلاقي نفسك، اشتغلي مع فولنتير مع اي مؤسسه، روحي اي فرع الافرع جمعيه رساله مثلا على وجه المثال، قول لهم يا جماعه انا بشتغل في الماركتنج جاي عايز اساعدكم، واشتغلي مع التيم بتاعه، ما حدش هيقول لك لا، ده ابسط مما تتخيلي يعني، ابسط حاجه او اقرب حاجه ممكن تعمليها يعني. تمام؟ فانت لا حاولي تطبقي ايه؟ التطبيق المشكلة إن أنا عايزاه أونلاين مش عايزاه أوفلاين. عايزاه اونلاين. لا تبصي ده هياخد منك سيرش اكتر، بس يعني اعملي سيرش وهتلاقي يعني، حاولي دوري اكتر، بس انت في طرق تانية. أنا عندي فكرة ليها ممكن أقدمها؟ اه طبعا. أوكي، هو أنا لما قلت لحضرتك إن أنا بعمل أونلاين لوحدي من البيت، يعني أنا دلوقتي بدأت أعمل صفحة فيسبوك لوحدي ليا خاصة ليا كماركتير، وهبدأ أعمل بلوج وبدأت أتعلم وبريس عشان أعمل موقع ليا وأبدأ أنشر عليه، وأنا حد بيحب التعليم وهنشر الحاجات اللي أنا متعلمها بشكل كويس، والستيب الجاية هبدأ أتعلم كمان إزاي أكتب بشكل محترف علشان أقدر أكتب على الموقع بتاعي، فهي كمان تبدأ تعمل حاجة زي كده في تخصصها هي واللي هي أقول لك بتحبه. على حاجة كويسة، مش أنت بتعملي ويب سايت؟ أول تعمل نفسها لا لا ثانية واحدة، مش أنت بتعملي ويب سايت؟ عشان تكتبي عليه كونتنت؟ أنا ولا هي؟ لا أنت بتعملي ويب سايت عشان تعملي، أنت بتعملي ويب سايت عشان تكتبي عليه كونتنت صح؟ المايك عندك مقفول. أيوة تمام. حلو. ايه ممكن تتعاونوا مع بعض، هي تشتغل على ويب سايت اي سي او وانت تشتغل عليه كونتنت، ده لو انت مش عندك مانع يعني. لا أنا مش عندي مانع، عايز طيب خلاص حلو جدا، ننسقوا مع بعض وهي تشتغل كونتنت وانت تشتغلي لها اي سي او أوكي تمام بس، يعني بعد الميتنج كل واحد منكم يبعت لي رساله وانا اوصلكم ببعض، مفيش اي مشكله. وكمان لو حد تاني يدخل معانا عادي، لو حد عنده أفكار حلوة في الكونتنت كلنا نشجع بعض في الخطوة الأولى دي بحيث إن احنا ناخد إيد بعض. خلاص مفيش مشكلة يعني، كده كده كل الناس معاك، اللي عايز يشارك يعني يبعتوا لي، ولو لقيت العدد كبير شوية نعمل جروب واتساب وتابعوا مع بعض، ولما تحتاجوا حاجة ابعتوا لي وأنا أقول لكم تعملوا إيه. بسيطة جدا يعني. تمام شكرا. طيب اوكي، يا ريت يا جماعة الناس اللي هتشتغل SEO او content في ال SEO عامة دخلوني معاكم. طيب هقول لكم على حاجة، انتوا يعني خلينا كده عشان الموضوع يكون منسق بشكل اكبر، ادي رقمي ابعته لي على الواتساب بعد السيشن او بعد الميتنج ده، وبتاع ده. بس يا ريت يعني في حاجه مهمه جدا جدا، انا بس اللي مش بيتكلم يعمل ميوت عشان الصوت. حاجه مهمه جدا، الناس فعلا اللي هتشتغل تدخل في الجروب، الناس اللي مش ما عندهاش وقت او مش محتاجه او كده ما تخشش، تمام؟ بحيث ان الدنيا تكون منظمه بشكل كبير، او الناس اللي موجوده تقدر تأدي بشكل كويس، تمام؟ بس خلاص. ف يعني يا ريت مش هنخش كلنا وخلاص يعني، مش هينفع ان احنا كله يعني يعني هنخش يلا يلا بينا وفي الاخر نلاقي مفيش حد او الناس بدأت تفك من بعضها وكلس دي، لا احنا ممكن اتنين يعملوا ويب سايت وينجحوا احسن ما يبقى ال 15 داخلين والدنيا تبقى مش احسن حاجه، تمام؟ فده الرقم اللي بعد السيشن دي، ابعتوا لي واتساب وانا هقرا يعني، اللي يقول لي تمام يبقى ابعت لي وانا اعمل جروب وادخلكم كلكم فيه، ويبقى از بروجكت وتظبطوا مع بعض يعني. تمام اوكي، هو انا كده كده بعرف اشتغل وورد بريس، بس حلو. انا عايزه اعرف افرق ما بين الوورد بريس واي موقع، اي موقع تاني. انا تمام بعرف حلو اهو يعني، بصوا بقى ساعدوا بعض يعني، شوفوا بقى الفرق ايه وظبطوا مع بعض، ولما تتسموا في حاجه
كبيره قولوا لي وانا اقول لكم والله يا جماعه دي بتتعمل كذا ودي حلها كذا او دي مكانها كذا. لان انا درست على يوديمي كورس خاص بكده وكان حلو قوي. ابعت لهم البوست اللينك بتاع على الواتساب بقى، ابعت لهم. ماشي تمام تمام اوكي تمام خلاص. وانا ممكن اقول فكره ولا دي ممكن تكون حاجه؟ لا قولي فكره عادي. انت اول مره تحضري معانا ولا تاني مره ولا تاني؟ تاني مره. تاني مره. احنا من 2018 ولا 17 لا انا صغيره، انا لسه متخرجه بقالي سنه. هو عموما يعني اللي بيعوز يقول حاجه في الميتنج بتاع يوم الجمعه ده بيقولها عادي. تمام. هو انا دايما بتابع هوت سبوت، ولو بجيب حاجه من يعني حاجه عايزه اعرفها كويس بجيب مقال من على هوت سبوت وبفهم الدنيا عليها ايه، فبيعجبني قوي الطريقه بتاعتهم. فانا عندي فكره ان انا اخد الحاجات دي واعملها عربي، بس احط عليها الطابع الخاص بيا وطريقتي في الكلام واحطها على الموقع بتاعي. فانا مش عارفه دي هتكون سرقه علميه ولا ايه بالظبط. بص هقول لك على حاجه، انت حاولي تعملي كده بس مش بالطريقه دي، بالطريقه ازاي ان انت تفهمي وتكتبي اللي انت فاهماه من دماغك، ما تاخديش كوبي وترانسليت وتكتبي وتعدلي، فاهمه؟ تمام. تمام. انت يعني مثلا انت افهمي مثلا الكونتنت مثلا، او يعني مثلا انواع الكونتنت فور اكزامبل يعني، او التايبس اوف كونتنت. فما لقيش انا التايبس اوف كونتنت اروح انا واخدها ايه كده، تمام؟ لان ده ما ينفعش، وده هيوقع الويب سايت يعني، يعني ده مش هيكون احسن حاجه. فلا يعني بلاش، انت اكتبيها بطريقتك، فاهمه؟ اللي هو انت فهمي خلاص، انا فهمت خلاص. بعد ما فهمتي ابتدي بقى ايه اكتبي اللي انت فاهماه من دماغك مش الكوبي، فاهمه؟ تمام 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 حد تاني عنده اي سؤال؟ تمام. في حضرتك قلت ان في سيشن اوف لاين الجمعه الجايه كده، مفيش روم الجمعه الجايه صح؟ بص والله هو بص يا سالي، يعني كويس انت فتحت الموضوع ده. هو المفروض ميعادنا الجمعه الجايه هنتقابل اوف لاين، في ولسه يعني هعمل التفاصيل بالظبط وانزلها على الجروب، لان لسه بهندل التفاصيل المواعيد والقصص دي. لو انا لقيت ان هقدر ان انا يكون في بالليل او ما عنديش مواعيد تانيه بقول يلا جوين ويلا بينا وخلاص يعني بنجوين، مفيش بعتذر قبلها بوقت كافي بحيث الناس تكون فاهمه. فيعني على حسب، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما افوتش الاونلاين بتاع بالليل. لكن دي التفاصيل. حاجه تانية، المنصوره انا رحتها قبل كده، ورحت عشان الناس اللي بتقول على المنصوره، انا نزلت المنصوره مرتين في جامعه المنصوره نفسها. فاللي بيسال على المنصوره انا عادي اجمع عدد وانا اجي لك، ما عنديش اي مشكله. الناس اللي بتقول السيشن في جامعه الزقازيق برضه ظبطوا بقى مع الجامعه او ظبطوا المكان وانا اجي، يعني اي حد في اي محافظه انا ما عنديش اي مشكله. وكنت اخر مره في الشرقيه، يعني انا ما عنديش اي مشكله خالص في اي مكان، ومش كله كايرو خالص والله. يعني نشوفه ورحت اسكندريه قبل كده كذا مره، فعادي اللي معاه مثلا مجموعه ومكان خلاص اوكي مفيش مشكله، ننسق مع بعض او تنسقوا مع التيم عندي وما فيهاش اي مشكله خالص. تمام، عشان الناس يمنى والناس اللي بتسمع. في امكانيه ان السيشن تكون بتتسجل وتنزل على تليجرام او يوتيوب؟ هحاول اعمل ده. انا مش عارف ده هيبقى افيلبل ولا لا، لكن هحاول. تمام. السيشن بتاع يوم الثلاث بتكون مكملة للسيشن دي ولا لا؟ ثلاث؟ دي حاجة ودي حاجة لا هو تانية؟ مفيش ثلاث اصلا، ده يوم الاثنين الساعه 9 على كلاب هاوس. لا وبتبقى حاجه مختلفه خالص. يعني مش تبعنا يعني، لأن أنا حاولت أدخل وتليفوني ما رضيش ينزل كلاب هاوس ده، وكمان اللابتوب مش راضي لا هو شغال مش مش على فاهم حاجة. اللابتوب. وانت اللي سالتيني على لينكد ان صح؟ تمام. لا هو مش على اللابتوب، هو بيكون على الموبايل، وكلاب هاوس هينزل عادي جدا ويشتغل عادي جدا. حاولي انت بس سيرش في الموضوع شويه وهتلاقيه اشتغل عادي. هو ازاي مش راضي ينزل على الموبايل؟ لان الموبايل بتاعي كويس. لا هينزل عادي والله، مش عارف بس هو هينزل عادي يعني. تمام. احاول. وبيكون الموضوع ساعتها على حسب برضو الفوت بتاع الناس على الجروب ايه، او الناس بتسأل على ايه اكتر حاجه، وبنخش نتناقش فيها عادي جدا. حاول تاني هينزل. انا عمل معايا كده الاول وبعد كده حاولت فيه تاني ونزل. لا لا انتي
يعني انت عادي اعملي كده يعني، جربي حتى هتشتغل عادي. تمام ماشي خلاص. انا في اي حد تاني عنده سؤال ولا نكلوز؟ اوكي تمام ماشي. شكرا لكم جدا، وشوفكم الاثنين الجمعة، تصبحوا على خير.